مزيد من التفاصيل والتطورات من رفح الفلسطينية، مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر معنا فيها مباشرة في هذه اللحظات. أحييك بشير، إذن هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل وجديد التطورات لديك في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؟ تحية لك حسان. يعني ما يجري على الأرض هو استمرار لهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في مدينة خان يونس في أقصى جنوب قطاع غزة عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وخصوصا في المناطق الغربية لهذه المدينة، حيث تقوم ب يعني تفخيخ وتفجير المربعات السكنية وتدميرها بشكل كبير، وكذلك الأمر في المناطق الشرقية، حيث بلدة عبسان الكبيرة في أقصى شرق مدينة خان يونس، والتي تتعرض في ذات الوقت إلى قصف مدفعي عنيف من المدفعية المتمركزة شرق قطاع غزة. أيضا المحافظة الوسطى وتحديدا شمال هذه المحافظة لا زال هو الآخر يتعرض إلى قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى القصف المدفعي المكثف الذي طال الأحياء الشرقية لمخيم البريج ومنطقة المغراقة، بالإضافة إلى أبراج مدينة الأسرى في شمال المحافظة الوسطى، جميعها تعرضت إلى قصف مدفعي عنيف في هذه اللحظات. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق قذائفها وإطلاق القنابل باتجاه المناطق الساحلية لقطاع غزة، وتحديدا ساحل بلدة دير البلح وساحل محافظة رفح. بشكل عام المقاومة الفلسطينية أكدت عبر بيانات لها بأنها تمكنت من تفجير دبابة إسرائيلية في المناطق الشرقية لبلدة دير البلح في المحافظة الوسطى.